أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا ويا المعادلات التفاضلية. عندنا نوعين معادلات، معادلات تفاضلية بسيطة من اسمها بسيطة، فعلا راح اشوفها بسيطة، والمعادلات شوية ذيك اخشن من عندها الثانية. النوع الثاني راح نشوفه عندك اكثر من ساين وكوساين، اما هنا راح تكون عندنا عادية جدا نتدرب عليها، نبدأ شلون نفهم شلون بصير المعادلة من البداية. اولا طبعا كله بالاعتماد على الدروس السابقه. يقول حل المعادلات الاتيه. اول معادله عندي ساين اكس تساوي 1 على جذر 2. نجي نتذكر ايش وقت الساين يا ربي يساوي 1 على جذر 2؟ الساين 1 على جذر 2 نتذكرها، اذا هي الزاويه 45. على فكره هنا اشتغل كله نظام 60، يعني درجات اسهل لك واحسن لك وتشتغل. إذا الزاوية ساين، الساين ايش راح يكون؟ إذا الزاوية هي 45، أوكي خليها ببالنا، الزاوية الأصلية 45. الساين ايش وقت موجب؟ رأسا طريقتنا أستك، 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 ايش وقت الساين موجب؟ كلهن موجبات بالربع الأول وبعد بالربع الثاني. عندنا طريقة الربع الأول، إذا الزاوية 45 قلنا. إذا يعني الحل اكس راح تساوي لنا اما اكس تساوي 45 درجة، هذا وين تقع؟ في الربع الأول وبعد، او وين تقع بعد؟ بالربع الثاني. الربع الثاني دائما احنا ايش نستخدم؟ حاول تستخدم زوايا أفقية، يعني انا عندي 0 90 180 270 360، حاول تستخدم زوايا أفقية. شلون أصل للربع الثاني؟ 180 ناقص، تعلم للوصول للربع الثاني دائما 180، شوف إيدك 180 ناقص، إذا هنا أكو زاوية منتسبة هنا راح تصير، فأقول 180 الأكس تساوي لنا 180 درجة ناقص 45، أو ناقص شقيد أحصل على 45 بكيفك، 180 ناقص شقيد أو ناقص 45 درجة. ف 180 شوفها ناقص 45، إذا أكش تساوي لنا 135 درجة. إذا الساين أكس يساوي 1 على جذر 2. خلنا نشوف شلون حلينا. أولا نشوف، أول ما تشوف طلع أصل الزاوية اللي هي دائما بالربع الأول أصلها ونشوفها ونخليها بقلبنا. إيش وقت الساين يساوي 1 على جذر 2؟ 45 باي على 4. أستاذ اكتبها باي على 4 لو 45 شغلتك، 60 المعادلات المثلثية يعني نظام درجات. إذا أكس تساوي لنا 45، أوكي طلعنا الأكس 45 وبعد بيا ربع، هسه خليها الأكس 45 بقلبنا. أول شيء أشوف بيا ربع الساين موجب، بالربع الأول مذكور كلها موجبات، والربع الثاني ساين موجب. الربع الأول نفسه ينزل 45، الربع الثاني لا. شلون أصل للربع الثاني؟ 180 ناقص أصل الزاوية 45، 180 ناقص 45 135 درجة. بعد شوف ساين أكس تساوي نص. إيش وقت الساين يساوي نص يا زاوية؟ يا ربي الساين ايش وقت يساوي نص؟ انا اتذكرها ونكون حاضيها، تساوي 30 درجه. اوكي 30 درجه خليها ببالنا، الساين تساوي 30. خلينا نشوف احنا بيا ربع لازم نشتغل. بيا ربع عندنا الربع الاول هذا اس تك. بيا ربع احنا عندنا الساين موجب الربع الاول، اذا الزاويه 30 مثل ما قلنا. الحل اذا اكس اما اكس تساوي لنا 30 درجه، وبعد بيا ربع هذا الربع الاول، وبعد بيا ربع يكون موجب الساين بالربع الثاني. شوف استك الاي كلهن اول، هنا اس حرف الاس الثاني، وانا قلت لك استاذ استخدم زاويه عموديه 90 زائد، لا لان تغير لك من ساين الى كوساين، خلي كلها افقيه، حاول الى ان حالات خاصه معينه راح اشوفها بعدين. اما اكس تساوي 30 او اكس، خلينا نجي على الربع الثاني. شلون اصل للربع الثاني؟ قلنا هذه 180، 180 ناقص 30،
شوف اكس تساوي 180 ناقص 30 درجة اللي هي شقد اكس تساوي 150 درجة. إذن كم حل أدنى؟ حلين للمعادلة. هاي المعادلة هاي بس مجرد حتى يدربك إلى شلون الساين وشلون الكوساين تتواصل بيها. بعد كوساين يساوي كوساين، إذن أكيد الأكس شقد 75، هذه واحدة. بس خلينا نشوف أنا بياربع، لأنه كوساين أكس تساوي كوساين 75. إذن أستاذ إذن الأكس 75 لا تفرح هواية بيها، مو بس 75. خلينا نشوف اولا موجبات، ايش وقت الكوساين يقابل كميه موجبه، ايش وقت يكون موجب؟ خلينا نجي نشوفه. نجي نشوف الكوساين الحل ولا نستعجل الحل، ايش وقت الكوساين موجب؟ طبعا هنا اس تك انا اشرح الاي هو الاول اكيد بالربع الاول، اذا الربع الاول الأكس تساوي لنا قلنا 75 فعلا تقع في الربع الأول. أوكي. وبعد يا ربع أستك يا حرف سي سي السي هذا السي يا ربع الرابع. الربع الرابع يا زاوية أفقية هنا 360 درجة. 360 ناقص، شوف أرجع ناقص للوصول للربع الرابع. شوف الربع الثاني 180 ناقص، الربع الثالث 180 زائد الربع الرابع 360 ناقص، أرجع للخلف. إذن شقول أكس أما أو يا ربع هسه الربع الرابع موجب، كوساين يقابل كمية موجبة، شو وقت موجب؟ الربع الأول كلهم موجب ما بينقاش، وبعد يا ربع الرابع شلون أوصلها؟ أو أكس تساوي 360 ناقص 75 درجة. إذن أكس تساوي 360 ناقص 75 درجة 285 درجة، مو 360 ناقص 75، إذا هذه 60 تصير 315 285 درجة، وجدنا حلين لها بهذا الشكل. بعد كوساين أكس يساوي نص سالب نص. نجي الآن أول شيء الكوساين إيش وقت يساوي نص؟ يا زاوية خليها براسنا، إيش وقت الكوساين يساوي نص يا زاوية؟ زاوية 60 مو؟ زاوية 60، لأنه ساين ساين الستين جذر 3 على 2 وكوساين الستين نص، إذا خليها براسنا هي 60، خليها براسك هي 60 درجة. أوكي. طبعا هنا طريقة أستك، وهنا زاوية 0 90، قلنا نحاول ما نستخدم زوايا عمودية، 180 270 ما نستخدم زوايا عمودية 360. نجي الآن الكوساين بأي ربع سالب؟ هو بأي ربع موجب؟ الربع الأول كان موجب، والربع الرابع أيضا موجب، إيش وقت يكون سالب؟ بالثاني والثالث، هذا الثاني وهذا الثالث. إيه شو وقت الكوساين يكون؟ أصل الزاوية 60، أوكي خليها براسك هاي 60 أصل الزاوية، شكرا جزيلا، خليها بقلبنا الزاوية نطلعها أول شيء. إذا ربع أول تستخدمها، بس هنا ما يفيدنا الربع الأول، ليش؟ لأن موجب هي سالب، وما يفيدنا السي بالربع الرابع لأن هي سي، السي بالربع الرابع موجب الكوساين ما يفيدنا. إذن الساين يفيدنا والتاني يفيدنا. أوكي شون الربع الثاني والثالث؟ الساين كوساين، شوف الكوساين يا ربع هسه الربع الثاني، الربع الثاني أنا عندي أصل الزاوية خليتها هنا يمي 60، إذن إما أكس تساوي 180 ناقص، أرجع 180 ناقص 60 درجة، إذن أكس تساوي 120 درجة، أو أكس تساوي أريد الربع الثالث، شوف 180 زائد، شوف هنا ناقص يرجع هنا 180 زائد، شوف شو صير 180 زائد زائد شقد؟ زائد أصل الزاوية 60، أريد زوايا منتسبة، إذن أكس تساوي
180 زائد 60 240 درجة وجدنا الأكس. شوف الكوساين أكس يساوي نص. شو وقت الكوساين أكس يساوي نص؟ اللي هو الزاوية 60. الزاوية 60 هو يساوي عندنا النص. إذن أكس تساوي يا ربع عندي اثنيناتهن سالبة، يعني سالب. شو وقت الكوساين سالب؟ بالثاني والثالث. شوف ما موجود حرف السي الكوساين، بالثاني والثالث. شلون أوصل؟ رأسا سريع بعد. الربع الثاني احفظها، 180 ناقص الربع الثالث 180 زائد، هنا ثلاث حالات. الربع الرابع 270 ناقص، بهذا الشكل. بعد التان يساوي التان. شوف التان اكس يساوي التان، اذا الاكس تساوي 35. اوكي خليها ببالك 35، بس خلينا نشوف بيا ربع. التان اكس يساوي كميه موجبه. إيش وقت التان موجب؟ أس تك، عفواً أس تك، أس تك. طبعاً هذه صفر، هذه 90، هذه 180، هذه 270. إذن الزاوية هي 35. إيش وقت التان يكون موجب؟ الأول كلهن موجب، هذا واحد. بعد وين التان حرف التي وين موجب؟ بالربع الثالث موجب. هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، بهذا الشكل. إذن الربع الأول نفسه، إما شوف الحل، إما X تساوي 35 درجة أو X تساوي هذا الربع الأول. بعد ايش عندي؟ الربع الثاني، الربع الثالث. الربع الثالث شلون؟ شوفها 180 زائد الربع الثالث، 180 زائد 180 زائد 35. اذا اكس تساوي 5 زائد 0 5، 3 و 8 11، بها 1 215 درجه. وجدنا الربع الأكس تساوي 215 درجة. إذن حلين إلى السؤال. التان أكس تساوي جذر 3. أولاً خلنا نتذكر التان عبارة عن ساين على كوساين. إذن ساين، شوف اللي ما يعرف، ساين أكس على كوساين أكس. فلو نأخذ مثلاً الساين 60، ساين الستين على كوساين الستين، مو هو نفسه؟ الساين الستين شي يساوي لنا جذر 3 على 2، وكوساين الستين نص. إذا إيش قد الناتج؟ جذر 3. إذا هذه زاوية 60، خليها ببالنا. زاوية إيش قد؟ 60 درجة، خليها ببالك. نجي الآن، إحنا تعلمنا بيا ربع ده نشتغل. خلينا نشوف، هذا طبعا اس تك طريقه الحروف. هذه صفر، قلنا ما نستخدم زوايا عموديه. هسه احنا 90 180 270 360. ايش وقت التان يكون موجب؟ بالربع الاول موجب وبالربع الثالث موجب. الربع الاول اذا اكس عندي الحل، ابدا الربع الاول. اذا اكس شي يساوي لنا؟ اكس يساوي ايش قد؟ 60 درجة، هذا الربع الاول. وبعد ايش عندي؟ الربع الثالث. الربع الثالث اكس تساوي 180 زائد 180 زائد 180 زائد ايش قد احصل على الزاوية هنا؟ أنا أحصل على الربع الثالث زائد 60 يريدها هو. إذن X تساوي 180 زائد 60 240 درجة. وجدنا قيمة X. بهذا الشكل راح ألخص لك الآن شلون تصل إلى ثلاث أرباع مهمة عندك باستخدام الزاوية العمودية. شوف الملاحظة، ملاحظة للوصول للربع
الثالث أو الثاني دائما. مثلا الأكس هي زاوية أو ثيتا، شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الربع الثاني دائما 180 ناقص زاوية الإسناد. قلنا الإسناد هي الزوايا بالربع الأول. للوصول الثالث ثيتا تساوي 180 زائد زاوية الإسناد. للوصول للربع الرابع عندنا ثيتا تساوي 360 ناقص زاوية الإسناد. هاي لو تخليها ببالك بعد ما عندنا أي مشكلة، هذه خليها ببالك. هاي في حالة تثبيت النسبة استخدمنا زوايا عادية، ونشوف بعدها تكملة المادة هذه، تكملة هذا الموضوع. وصلنا إلى طلاب، وصلنا إلى مثال 7 تان 4 أكس يساوي سالب كوتان أكس. الحل أول عندي تان يساوي كوتان، تبع عليه أول شيء تان إيش وقت يقابل كمية سالبة بيا ربعاني أشتغل التان. التان عندنا تان 4 أكس، التان يساوي كمية سالبة، طبعا هذا هو الأس تك. أول شيء إيش وقت كمية موجبة التان؟ الربع الأول إذا ما يفيدني، والربع الثالث ما يفيدني، إذا التان بيا ربع الثاني يكون سالب والرابع يكون سالب. أوكي، بس هنا تان وهنا كوتان، أستاذ شو نسوي؟ لازم نشبهها. أقول لك أوكي حتى نخلص من هذا الموضوع. حتى الآن الكوتان هذا، شوف التان 4 أكس، التان 4 أكس يساوي سالب، أغير الكوتان إلى التان باستخدام، شوف 90 أستخدم للوصول للربع الثاني، 90 زائد. أستاذ ليش استخدمت 90 زوايا عمودية حتى أغيرها مثل هالتان؟ وهنا هنا 270 ناقص بهذا الشكل. إذا تان قلنا 190 زائد، ليه زائد؟ أنا بالربع الثاني. وشنو يعني أستاذ بالربع الثاني؟ حتى أتخلص من السالب الموجود الأساسي هنا. شوف شو راح أتخلص منه. أولا 90 بيا ربع، أنت لما أقول الكوتان أحولها إلى تان باستخدام 90 زائد زائد شقد؟ زائد الزاوية أكس، هذا أصل الزاوية أكس. إذا 35 تكتب 35، إذا 20 تكتب 20، 45 تكتب 45، إذا أكس تكتب أكس. أستاذ هذا يبقى سالب؟ لا، هذا خلاص راح يروح 90 زائد بيا ربع الربع الثاني، سالب في السالب موجب. شفت شلون راحت؟ هذا هسه أنا بيا ربع دا أشتغل، إما شوف بعدني، إما هذا الربع الثاني دا أشتغل به، بديت بالربع الثاني. إذا 4 أكس تساوي تان، يا تان تروح لأنه أخذ الإنفرس لها، 90 زائدا أكس. الأكس أنقلها للطرف الآخر، 4 أكس ناقصا أكس شو تساوي؟ تساوي 90. 4 أكس ناقص أكس بها 3 أكس شو تساوي؟ 90 درجة. بالقسمة على 3، إذا الأكس شو تساوي؟ 90 على 3 30 درجة. بهذا الشكل حصلنا قيمة أكس. أستاذ شلون سويت هنا؟ أولا أنت سالب لازم تعرف هذا الشيء. إذا شو وقت التاني يكون هذا الأصل؟ التاني يكون سالب. أوكي، التاني يكون سالب أكيد مو الربع الأول كله الموجبات، وأكيد مو حرف التين ربع الثالث. إذا أريد الثاني والرابع. أستاذ زين الثاني شلون أوصله؟ راح استخدم زاوية عمودية. أستاذ ليش عمودية؟ حتى أحول الكوتان إلى تان. 90 زائد، شوف 90 زائد تان، 90 زائد زائد الزاوية شقد؟ أكس. أستاذ شلون راح السالب؟ أنت بالربع الثاني 90، بالربع الثاني التان سالب، في السالب صار موجب.
الثاني روح ويا الثاني بقانا هاي الزاوية تساوي هذه الزاوية طلعنا قيمة X هذا يا ربع الثاني بعد أو 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 نرجع مرة ثانية يا ربع الربع الرابع يعني التان تان عندي كان 4x خلنا نتذكره تان 4x هذه 4x تساوي الربع الرابع عندي التان تحول إلى الكاتان يتحول إلى تان ليش استخدمت زاوية عموديا زائد بالربع الرابع 270 زائد شقد اكس بالربع الرابع سالب في السالب مالته يروح اذا التان مية التان تروح اذا 4x اذا 4x شو تساوي لنا 270 زائد اكس انقل الاكس للطرف الاخر اذا 4x ناقصا اكس شو تساوي 270 درجه اذا 4x ناقص اكس 3x تساوي 270 درجه اذا بالقسمه على 3 الطرفين قسمنا على 3 الطرفين اذا اكس تساوي 270 على 3 90 درجه وجدنا قيمه اكس شوف هنا هنا شو استخدمت الربع الرابع الربع الرابع شلون اوصله أكيد أغير النسبة أريد تان اثنيناتهم هذا تان هذا كوتان شان سويته تان وأيضا بالربع الرابع سالب في السالب اللي كان موجود صار موجب تان ومئتين وسبعين زائد الوصول إلى الربع الرابع باستخدام زوايا عمودية زوايا العمودية تغير النسبة نجي هذا السؤال اثنين واضح أنه تجربة لو تشوفها تركز عليه هنا كوساين اكس هنا كوساين اكس تجربة بس خلنا نضبط الإشارات والكذا هذا 2 كوساين اكس وهذا هنا كوساين اكس هنا ممكن تنزل موجب السالب تجربة نجرب ايش راح يطلع لنا ما بيها شيء هنا موجب هنا تنزل السالب نشوف الآن إيش راح يطلع لنا ممكن هنا نخلي 1 وهنا نخلي عددين حاصل ضربهم 2 شلون نعرف حلي صح لو خطأ أضرب الوسطين 1 في كوساين كوساين اكس ونضرب الأطراف سالب 2 في سالب 4 كوساين اكس اجمعهم يطلع سالب 3 إذا راح نغير هنا إشارات مفطر نفطر نغير شنو إشارات استاذ ليش تغير إشارة لأن طلع لي لما أجمعهم يطلع سالب 3 كوساين أنا أريد موجب كوساين إذن هنا راح تصير الموجب وهنا السالب هنا السالب وهنا الموجب صار موجب 4 كوساين ناقصا كوساين صير 3 كوساين الحد الوسط إذن حلي الآن صحيح إما كوساين أكس زائد 2 شو تساوي 0 يؤدي الى ان كوساين اكس شو تساوي سالب 2 لا يمكن يهمن استاذ ليش الكوساين دائما بين السالب 1 والواحد ما يجوز يتعداهم هذا المدى مالته شوف بالحاسبه جرب كوساين 4000 او 4 ملايين او ما ادري ايش قد يطلع لك 0 فاصلة اكثر شيء للكوساين والساين هو الواحد واقل شيء هو السالب 1 ماكو سالب 2 ما يقابل اي رقم يقابل بين السالب 1 والواحد هذا هو الساين والكوساين وهذا برسم الدالة راح أراويك يا بعدين شلون يكون برسم الدالة الساين والكوساين أو 2 كوساين أكس ناقصا 1 شي يساوي 0 راح نحله كأنه معادلة إذن 2 كوساين أكس يساوي 1 بالقسمة على 2 هذا نقلنا كوساين أكس يساوي نصف إيش وقت الكوساين يقابل كمية موجبة بيا ربع يعني أنا إذا أشتغل هسا الربع الأول طبعا عندي 2 3 4 ونشوف كلمة أستك أوكي أول شيء نخلي بقلبنا يا زاوية إيش وقت الكوساين يساوي نص الزاوية 60 الزاوية 60 خليها بقلبنا أوكي
بياربع أستك بياربع موجبات الربع الأول والربع الرابع، ونستخدم زوايا عمودية أفقية أسهل لنا هنا، ماكو كوساين وساين. إذن نجي الربع الأول، الربع الأول مبين نطلعها، إما X يساوي لنا 60 أو الربع يا ربع الرابع أو X تساوي. شلون أصل للربع الرابع؟ قلنا 360 ناقص 360 ناقص إيش قد أصل الزاوية؟ 60. إذن X يساوي 300 درجة. طلاب انتهى درسنا لهذا اليوم، تعيد هذا كم مرة السؤال تتدرب عليه، تعيدوها ما بهن شي، ركز انه شلون اتعامل مع هذه الزوايا، خلي الشرح بطيء ويعيدك كل شوية تعيده الى ان نسيطر عليهن. الدرس القادم النوع الاخر شوية يكون اقصى واقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.